نقترب أكثر مع ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي السيد صالح الزهراني. سيد صالح، يعني ربما منذ أن وضع هذا العنوان لهذه القمة، قمة جدة للأمن والتنمية، كان واضحا الاستشراف وقراءة هذه الكلمات التي تليت قبل قليل من قبل قادة الدول حول محوري الأمن والتنمية بالمنطقة. الحقيقة جميع القادة، أنا استمعت إلى الكلمات، أكدوا على أمور يعني غاية في الأهمية. أولا أهمية المنطقة الاستراتيجية لضمان الطاقة وضمان الأمن الغذائي، سواء من ناحية الموقع الجغرافي، مضيق هرمز ومضيق باب المندب وقناة السويس وغيرها، والمنطقة هي قلب العالم القديم كما يسمى، وتعتبر شريانا للطاقة وشريانا للأمن الغذائي في نفس الوقت. أكدوا أيضا على أهمية التنمية، وأنه لا تنمية في ظل انعدام الأمن. وسمعنا طبعا عن يعني الخط الديمقراطي للرئيس الأمريكي الذي يتفاخر بأنه أول رئيس منذ 11 سبتمبر يأتي إلى المنطقة والجيش الأمريكي غير موجود وليس هناك حرب. وإن كنا يعني نحن في المنطقة قلقون من مسألة يعني هيمنة إيران وتواجدها مثلا في العراق، تواجدها في لبنان، ما يحدث أيضا في سوريا إلى الآن لم تتم يعني تسويته، اليمن كذلك، إلا أن الدبلوماسية بين قوسين البايدنية يعني فيما يبدو أنها تغلب المفاوضات ومحاولة إطفاء الحرائق، حتى وإن كان يعني الرماد تحته جذوة يعني من التدخلات الإيرانية السافرة في المنطقة. أيضا ركزوا جميعا على مسألة القضية الفلسطينية، الرئيس فخامة الرئيس المصري يعني تحدث بإسهاب عن هذا الموضوع، وأن هذا الصراع القديم لابد يعني من إيجاد تسوية له. الجميع أقصد القادة العرب مجمعون على أنه لابد من حل الدولتين وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، لأنه أهم عائق في المنطقة وأهم ذريعة أيضا لتواجد حتى يعني بعض المنظمات الإرهابية أو حتى التدخلات الإيرانية التي ترفع شعار القدس وبينما لم تطلق الحقيقة رصاصة واحدة يعني على طيب إسرائيل. طيب سيد صالح، يعني في كلمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل قليل تحدث من أن هناك يعني تحديات كبرى تواجه المنطقة، ثم فند ذلك بالتحديات الأمنية، تحديات الاقتصادية، تحديات سلاسل الإمداد، تحديات الطاقة، مواضيع كبيرة تهم الطاقة، بالتالي يجب أن تتضافر جهود هذه الدول مع الشركاء في المنطقة لإحلال الأمن والسلم في المنطقة. نعم صحيح، يعني العالم كله ليس فقط منطقتنا أو منطقة الشرق الأوسط، العالم كله الآن يعاني من أزمة الطاقة وأزمة الغذاء، والدافع طبعا السبب الرئيس كما تعلم هو الحرب الروسية الأوكرانية، حيث إن 35% تقريبا من الحبوب تأتي من هذه المنطقة، سلامة المنافذ البحرية هذا أكبر تحدي يتعرض له العالم كله الآن. أوروبا تعاني، أمريكا تعاني، دول الشرق الأوسط تعاني. التحدي الآخر هو الطاقة، ارتفاع أسعار النفط إلى هذه الأسعار يعني 120 دولار قارب تقريبا، هذه أيضا يعني أثقلت كاهل الدول العربية التي للتو خرجت من أزمات سابقة. بكل تأكيد. طيب دعني أنتقل إلى ضيفي هناك في بغداد وأرحب بالكاتب والباحث السياسي سيد نجم القصاب. مرحبا بك سيد نجم، يعني ربما تابعت كلمات رؤساء الدول والوفود قبل قليل هنا في جدة. المقترح الذي قدم من قبل دولة الرئيس الكاظمي بإنشاء بنك الشرق الأوسط للتنمية والتكامل بالشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجية وكذلك الأردن ومصر من أجل التنمية المستدامة، ربما هذا أيضا كمقترح قدم من قبل العراق رافدا لما تم طرحه في هذه القمة وهي الأمن والتنمية. بدأ تحية طيبة لك ولكل المشاهدات والمشاهدين الكرام. يعني على ما يبدو السيد الكاظمي عندما ذهب إلى جدة معه كثير من المقترحات وكثير
من المشاريع تصب في مصلحة العراق ومصلحة الدول التي سيتفق ويتعامل معها، خصوصا طيلة السنوات الماضية وطيلة الحكومات السابقة لم تستطيع إعادة العراق إلى الحضن العربي أو الحضن الإقليمي. بالتالي مثل هذه اللقاءات وهذه المؤتمرات وهذه القمم تصب في مصلحة الناس، أي بين قوسين المجتمع العراقي الذي بحاجة إلى الطاقة، بحاجة إلى استثمار. مثل هذا المقترح، يعني بنك التنمية الذي سيشترك فيه الدول، دول الخليج العربي، وكذلك التعاون المشترك بين العراق وبين هذه الدول، بالتأكيد ستسمح وتمنح فرص استثمارية لكثير من الشركات وكثير من البنوك التي تمتلك أسهم عالية الأموال. وهذا ما جعل العراق اليوم هي دولة موثوقة عند الدول الأخرى، خصوصا فترة السيد الكاظمي الذي نجح نجاح يعترف به الخصم أو العدو أو المحب للسيد الكاظمي، خصوصا على المستوى الخارجي عندما جعل قمة بغداد وحضر بها الرؤساء والزعماء والملوك. أنا أعتقد هذه القمة هي بداية ناجحة وتغيير المسارات الخاطئة والعزلة التي تعرض لها العراق، سواء هو ابتعد أم من أبعده. بالتالي لا يسمح لأي دولة بالتدخل الخارجي، وهذا ما تحدث به الملوك والرؤساء في هذه القمة. طيب ايضا يعني سيد نجم، يعني ربما شاهدنا ليس فقط ربما وعود او احاديث، ولكن تم ذلك على ارض الواقع حينما ليله البارحه وقعت الاتفاقيات فيما بين الجانبين السعودي والعراقي بايصال او ربط الطاقه الكهربائيه فيما بين السعوديه والعراق. نعم، يعني اولا اليوم العراق بحاجه الى تنويع بعض الاستيراد من هذه الدولة وتلك الدولة. المشكلة التي واجهت العراق والعراقيين من 2003 إلى الآن، وحتى 2003 قبلها بالمناسبة، هي الطاقة الكهربائية. قبل هذا العقد، توقيع العقد، ذهب الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور حميد الغزي إلى الرياض وإلى المملكة العربية السعودية من أجل الاتفاق على ما سيجري توقيع اليوم، خصوصا بعد ذهاب مع السيد الكاظمي وزير الكهرباء. بالتالي استيراد الطاقة الكهربائية بأسعار أرخص بكثير ما يستوردها سواء من هذه الدولة أو تلك الدولة، بالتأكيد المشكلة المستعصية على كل الحكومات هي الطاقة الكهربائية. بعد توفير الأمن والأمان وبعد القضاء على تنظيم داعش بكل صوره ومصادره وتوحيد المجتمع العراقي دينيا طائفيا سياسيا اجتماعيا، وانسجمت دماء الشهداء من كل المكونات لمواجهة داعش، لم يبقى شيء سوى الطاقة الكهربائية. إذا استطاعت حكومة السيد الكاظمي توفير الطاقة الكهربائية، أعتقد ستكون استثمارات وإعمار كثير وكبير في كل المدن العراقية. بكل تأكيد. أختم معك سيد صالح، يعني الإشارة التي تحدث بها ولي العهد السعودي حول رفع الطاقة الإنتاجية للمملكة العربية السعودية إلى 13 مليون برميل في اليوم. رفع الطاقة الإنتاجية ليس زيادة الإنتاج، لا يعني زيادة الإنتاج وأن المملكة ستزيد الإنتاج حاليا الآن، ولكن هذه قدرات 13 مليون، وإنما ستطور قدراتها. وسبق أن صرح يعني رئيس أرامكو في عام 21 بأن المملكة تسعى إلى زيادة قدراتها الإنتاجية عام 27 إلى أن تصبح 13 مليون برميل يوميا. إذن هناك فرق بين زيادة الإنتاج أو زيادة القدرات على الإنتاج التي تحتاج إلى وقت. ربما هو إيضاح فقط موقع المملكة العربية السعودية من هذا القطاع الهام. شكرا لك ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي سيد صالح الزهراني، وأيضا الشكر يمتد إلى ضيفي هناك في بغداد كاتب والباحث السياسي سيد نجم القصاب. كنتما ضيوفا معي لهذه النافذة هنا من جدة.